بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واحد من الكتب القيم في تاريخ المسلمين، شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، الإمام تقي الدين علي بن السبكي الشافعي. الإمام بن السبكي هذا رد به على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في المسألة المشهورة التي شذ بها عن جمهور المسلمين، وهي اعتباره زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليها من جملة البدع، وهي مقالة شنيعة على كل حال، وهي لم يقل بها غير شيخ الإسلام ثم تلامذته فيما بعد ابن عبد الهادي والإمام ابن القيم رحم الله الجميع، وهي مثلبة تغرق في بحر حسناتهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية أيديه على الإسلام والمسلمين بيضاء رحم الله الجميع، فيقرأ هذا الكتاب ويستفاد منه في ضبط هذه المسألة ومعرفة وجه الحق فيها. والله